السلام عليكم، نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم جبت لكم فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم غادي نشارك معكم واحد الشلاضة ديال الخضار كتجي رائعة ولذيذة بزاف، بإمكانكم تقدموها للضيوف أو تتناولوها في الأيام العادية. أول حاجة غادي نقوم بها غادي ناخدو الخضار ديالنا وغادي نقطعوها على شكل مربعات وغادي نديروها في الماء الساخن باش تسلق. كما كتشوفوا كنقطعوها على هذا الشكل ومن بعد كنضعوها في الماء الساخن باش نسلقوها مع شويه د الملح، وكندوزو نفس الطريقه البطاطا والباربا اي الشمندر. بعد ما قطعنا الخضر ديالنا غادي نسلقوها في الماء الساخن بشويه ديال المليحه. غادي ندوزو لتحضير الصلصه اللي غادي نخلطو بها الخضر. هنا عندنا شويه ديال المايونيز مع القليل من زيت المائده والخل، غادي نحركوهم وغادي نضيفو لهم القليل من الملح. ما نكتروش الملح لان عملناه مع الخضر في السلق. وغادي نضيفو شويه ديال الابزار ونخلطوا الصلصة مزيان. وكناخدو الرز مسلوق بشوية ديال الملحة، كنضيفو له الذرة وكنضيفو له كذلك القليل من الصلصة اللي حضرناها. كناخد هاد القالب ديال الفلون كنوضع فيه الرز، بامكانكم تستعملوا اي قالب ديال الحلوى كنوضعوه بهاد الطريقه. المهم الشكل او التزيين تيكون اختياري كما كتبغيو، ماشي بالضروره بحال هذا الشكل اللي درت. هذا غير نموذج، بامكانكم تستعملوا اي خضر بغيتو او تزين بغيتو. وهنا كناخذوا الخيار كنضيف له شويه ديال الملحه. الاغلبيه انا ما كنستعملش المايونيز، كنفضل تبقى الخضر على الطبيعه ديالتها. وكناخدو الجزر او خيزو اللي سلقناه وكنضيف له القليل من الصلصه اللي حضرناها في الاول. وكناخدو بطاطا حتى هي كنضيف لها نفس الصلصه. وهنا كناخدو الباربا او الشمندر كنضيف له القليل من الزيت والقليل من الملح والقليل من الابزار
وكنكملوا التزيين ديال الشلاضه ديالنا على هذه الطريقه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الشلاضه ديالنا بالخضر. كنتمنى تعجبكم، وما تبخلوش علينا باللايك والاشتراك وبالتعاليق زوينه بحالكم باش يوصلكم ديما الجديد. والى اللقاء في فيديو اخر وصفه اخرى. خليتكم على خير.